السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل كلامنا إن شاء الله عن النقود، وهنبدأ المحاضرة بتاعتنا نشوف إيه هو النظام النقدي، يعني إيه نظام نقدي. ببدأ بتعريف النظام النقدي. نجد أن النظام النقدي هو عبارة عن مجموعة من القواعد والعلاقات التي تنظم تداول النقود. بس خلي بالك معايا بقى، تداول النقود فين؟ في مجتمع معين وخلال فترة زمنية محددة. تاني، النظام النقدي مجموعة من القواعد والعلاقات التي تنظم تداول النقود في مجتمع معين وخلال فترة زمنية محددة. ده معناه ان كلمة نظام نقدي بتشتمل على ايه؟ بتشتمل على شكل النقود دي، كل ما يتعلق بالنقود بقى موجود عندي داخل هذا النظام. فهديك اهم العناصر اللي بيشتمل عليها النظام النقدي. دي مش كل العناصر، في عناصر كتيرة جدا، هديك اهمها. يعني النظام النقدي ده بيشتمل على شكل النقود، على كيفية اصدارها، على المؤسسات اللي بتسهل التعامل بيها، واهمها طبعا الجهاز المصرفي، والقواعد النقدية اللي هنفهم دلوقتي حالا يعني ايه قواعد نقدية. طب تعالى عشان نفهم التعريف ده اكتر ونفهم يعني ايه نظام نقدي اكتر، تعالى نتعرض لحاجة اسمها سمات النظام النقدي، نعرف ايه هي خصائص او سمات النظام النقدي عشان نفهم الكلام ده اكتر. خصائص النظام النقدي تتمثل في اول خاصية عندي، خاصية التركيب. الخاصية التانية ان النظام النقدي له علاقة تكاملية مع النظام الاجتماعي. الخاصية الثالثة أن له أيضا علاقة تاريخية بالنظام الاجتماعي. تعال نفهم الكلام ده معناه إيه؟ تعال نمسك كل سمة من هذه السمات أو كل خاصية من هذه الخصائص ونفهمها عشان نقدر كمان نفهم يعني إيه نظام نقدي. نبدأ بالخاصية الأولى، أن النظام النقدي له خاصية اسمها خاصية التركيب. يعني إيه خاصية التركيب؟ يعني أن النظام النقدي يتركب أو يتكون أو يتألف من عنصر أساسي وعدد من العناصر السنوية. لو تفتكر في التعريف إحنا قلنا إن النظام النقدي بيشتمل على عناصر كتيرة جدا، عنصر واحد من العناصر دي يمثل عنصر أساسي داخل النظام النقدي، اللي هو مين؟ هو القواعد النقدية أو القاعدة النقدية اللي احنا سبق اتكلمنا عليها في التعريف. يعني ايه قاعدة نقدية؟ القاعدة النقدية دي هي التي تستخدم في تحديد قيمة النقود. اديك مثال، يعني لو جينا حددنا القاعدة النقدية وقلنا ان القاعدة النقدية بتاعتنا هي قاعدة الذهب أو نظام قاعدة الذهب، ده معناه ان انا اقدر احدد قيمة اي وحدة نقدية في علاقتها بالذهب. لو غيروا القاعدة النقدية وخلوها قاعدة الصرف بالدولار، يبقى نقدر أحدد قيمة أي وحدة نقدية في علاقتها بالدولار. ده معنى كلمة القاعدة النقدية اللي هي تمثل العنصر الأساسي داخل النظام النقدي. طب تعالى بقى، في كمان عناصر ثانوية. العناصر الثانوية بتشتمل على باقي العناصر الأخرى اللي احنا قلنا عليها، وأهم عنصر فيهم هركز فيه شوية اللي هو وحدة النقد الرسمية. وحدة النقد علشان اقدر اوصفها بانها وحدة نقد رسمية، يبقى لازم تتصف بصفتين، صفة القانونية وصفة النهائية. صفة القانونية معناها ايه؟ معناها الالزام القانوني اللي احنا سبق قلناه في المحاضرة اللي فاتت. يعني ايه الزام قانوني؟ يعني كل افراد المجتمع ملزمين بانهم يتعاملوا بيها. طب وايه اللي الزمهم؟ اصل هذه الوحدة تم اصدارها من قبل البنك المركزي فاخذت صفة القبول العام. فاكرين الكلام ده؟ والصفة التانية اسمها الصفة النهائية. يعني ايه الصفة النهائية؟ يعني هذه الوحدة ايضا تستخدم كوسيلة لإبراء الذمم بشكل نهائي. يعني ايه وسيلة لإبراء الذمم بشكل نهائي؟ يعني وسيلة لسداد الديون. طالما انا عليا دين وسددته باستخدام وحدة النقود الرسمية دي، اصبح الدين اللي عليا يسقط وأصبحت ذمتي بريئة. يبقى أي وحدة نقود عشان أقول عليها أنها وحدة رسمية لازم تكون قانونية ونهائية. دي أول سمة من سمات النظام النقدي، وهي خاصية التركيب.
أيضا النظام النقدي بيتسم بأن له علاقة تكاملية مع النظام الاجتماعي. يعني إيه؟ يعني النظام النقدي مرآة تعكس المجتمع الذي يوجد فيه. لذا نجد أن النظام النقدي المطبق في الدول الرأسمالية مثلا يختلف عن النظام النقدي المطبق في الدول الإشتراكية. والله طالما أن النظام ده مرآة يعكس المجتمع أو البيئة اللي هو موجود فيها، يبقى معناها أن النظام النقدي ده مش واحد، يبقى بيختلف من مجتمع لآخر. وعشان كده لما ترجع حضرتك للتعريف اللي احنا قلناه في أول المحاضرة عن النظام النقدي، كنا قلنا أن النظام هو مجموعة من العلاقات اللي بتنظم تداول النقود في مجتمع معين. ليه؟ لأنه بيختلف من مجتمع لمجتمع آخر، حيث أن النظام النقدي أيضا يعبر عن البيئة المحيطة، متأثر بالبيئة اللي هو موجود فيها، متأثر بالمجتمع اللي هو عايش فيه. وعشان كده مفيش حاجة اسمها نظام نقدي الدول كلها تطبقه. النظام النقدي بيختلف من مجتمع لآخر، من دولة لأخرى. ليه؟ لأن له علاقة تكاملية مع النظام الاجتماعي. أيضا النظام النقدي له علاقة تاريخية مع النظام الاجتماعي. يعني ايه علاقة تاريخية؟ والله طالما النظم اللي بتطبقها الدولة او المجتمع بتختلف وتتغير من وقت لآخر، والنظام النقدي يعبر عن هذه النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يبقى النظام النقدي هو الآخر بيتغير ويتطور. اهي طالما ان النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في كل دولة تتغير باستمرار، وان النظام النقدي هو انعكاس لهذه النظم، يبقى النظام النقدي ليس ساكنا لكنه يتغير ويتطور مع مرور الزمن. يبقى تاني، ايه هي خصائص النظام النقدي؟ ان النظام النقدي له خاصية مركبة يتركب من عنصر اساسي قاعدة النقدية وعناصر ثانوية باقي العناصر الاخرى المكونة لهذا النظام. أن النظام النقدي له علاقة تكاملية مع البيئة المحيطة به أو مع النظام الاجتماعي القائم. أن النظام النقدي له علاقة تاريخية مع النظام الاجتماعي، وطالما النظم بتتغير والمجتمعات بتتغير، يبقى النظام النقدي هو الآخر يتغير. دي سمات النظام النقدي. طب تعالى ندخل في نقطة تانية، تعالى نشوف مع بعض ايه هي انواع النظم النقدية. هنجد ان انا عندي نظم بنسميها نظم نقدية سلعية، وعندي نظم اخرى بسميها نظم نقدية ورقية. يبقى في نوعين من النظم النقدية، قد يكون النظام النقدي نظام نقدي سلعي، وقد يكون نظام نقدي ورقي. طب النظام النقدي السلعي او النظم النقدية السلعية هي عبارة عن ايه؟ هي بتتسم بايه؟ تعالى نشوف كده مع بعض. أول نقطة، أن النظم النقدية السلعية بنجد أن وحدة النقود في هذه النظم بترتبط بسلعة لها قيمة. زي إيه؟ زي الذهب، زي المجتمعات اللي كانت بتستخدم النقود الذهبية والنقود الفضية، مرتبطة بسلعة لها قيمة زي الذهب أو الفضة. وده معناه أن وحدة النقود في النظم دي ليها استعمالات أخرى بديلة. ما هو إما حضرتك هتستخدمها كنقود، يا إما هتستخدمها كسلعة. نفس الذهب ده يا إما هيستخدم كنقود أشتري بيه سلع أخرى، يا إما هيستخدم كسلعة. وبالتالي خد بالك بقى، طالما ممكن نستخدمه كعملة أو كسلعة، يبقى أصبحت هذه السلعة اللي احنا بنتكلم عليها الذهب ده أصبح له قيمتان، قيمة سلعية اللي هي قيمة الذهب نفسه، وقيمة نقدية اللي هي قيمة النقود المطبوعة عليه. لما كنا بنطبع مثلا جنيه ذهب، قيمته النقدية دي جنيه ذهب. وده معناه ان النقود في هذه الحالة بتستمد قيمتها من قيمة السلعة الداخلة فيها. يعني لما اجي ابص الجنيه الذهب قيمته جاية منين؟ ليه الناس بتحافظ عليه؟ قيمته جاية من قيمة الذهب اللي موجود فيه. دي مين؟ دي النظم النقدية السلعية. طب تعالى للنوع الاخر من النظم النقدية اللي هي النظم النقدية الورقية. النظم النقدية الورقية سماتها ايه؟ بتتسم بايه؟ ان وحدة النقود في هذه النظم لا ترتبط بسلعة ليها قيمة. يعني محطوش فيها ذهب، محطوش فيها فضة، لكن بستخدم فيها، بص معايا بقى، بستخدم فيها اردى وارخص انواع السلعة زي النحاس، زي الحديد. وده معناه ان وحدة النقود هنا ليس لها استخدامات بديلة بخلاف استخدامها كنقود. يبقى انا بستخدمها كعملة فقط، ما بستخدمهاش كسلعة، كعملة فقط. زي ايه؟ زي الكوينز اللي احنا بنستخدمها النهاردة،
عمرك مسكت الجنيه الكوين دي وفكرت ان تستخدمه استخدام اخر غير انك انت تستخدمه ان انت تشتري بيه اي سلعة تانية؟ ما حصلش. وده معناه ان القيمة النقدية للنقود في هذه النوعية من النظم دائما اكبر من القيمة السلعية. القيمة المكتوبة على النقود دي دائما اكبر من قيمة السلعة الداخلة فيها، لاني ما استخدم فيها زي ما قلنا اردأ وارخص انواع السلع. طب في الحالة دي يبقى النقود بتستمد قيمتها منين؟ طالما السلعة الداخلة فيها سلعة رخيصة ملهاش لازمة، يبقى النقود هنا بتستمد قيمتها منين؟ ليه هنا بحافظ على ال 200 جنيه لما تقع في ايديا وما بحافظش على الجنيه؟ لان الجنيه ما بيشتريش حاجة، لكن ال 200 جنيه بتشتري سلع كتير. يبقى اذا بتستمد النقود في الحالة دي قيمتها من قوتها الشرائية، يعني كمية السلع اللي اقدر اشتريها بيها. يبقى انا عندي نظم نقدية قد تكون نظم سلعية وقد تكون نظم نقدية ورقية. طب تعالى كده نختم الجزئية دي ان احنا نشوف كده بداية النظام النقدي المصري كانت ايه. وعشان نشوف بداية النظام النقدي المصري تعالى نبدأ فيما قبل الحرب العالمية الاولى. كان الوضع في مصر شكله ايه قبل الحرب العالمية الاولى؟ كانت العملة الرسمية المستخدمة في مصر كانت الجنيه الاسترليني. ليه؟ لان احنا قبل الحرب كنا واقعين تحت الاحتلال البريطاني، فكانت العملة الرسمية اللي كانت عندنا وبنستخدمها كان الجنيه الاسترليني. وفق الاحتلال الانجليزي في الوقت ده ان احنا نصدر عملة مصرية، وعندنا نفكر نسميها ايه، فقررنا نسميها على اسم الجنيه الاسترليني، بس هيبقى اسمها الجنيه المصري. ولكن خلي بالك مين اللي كان بيصدر هذا الجنيه المصري؟ اللي كان بيصدره البنك الاهلي التجاري. وطالما تجاري، خد بالك معايا، طالما البنك اللي بيصدر هذه العملة تجاري وليس مركزي، يبقى معناها ان هذه الوحدة النقدية اللي تم اصدارها اللي اسمها الجنيه المصري في هذا التوقيت لم يكن لها صفة الزامية قانونية. يعني ايه ملهاش صفة الزامية قانونية؟ يعني ممكن في ناس يرفضوا انهم يتعاملوا بيها. ولكن الوضع اتغير بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى، وبالرغم من ان احنا كنا لازلنا تحت الاحتلال الانجليزي، الا ان النظام النقدي قد تغير. خلي بالك تغير ازاي؟ اصبحنا بنطبق نظام جديد اسمه نظام الصرف بالذهب. يعني ايه نظام الصرف بالذهب؟ يعني مش مسموح الا لعملة وحيدة على مستوى العالم كله انها يتم تحويلها بشكل مباشر لذهب. طب وباقي العملات الاخرى؟ باقي العملات الاخرى لا يمكن تحويلها مباشرة الى ذهب. طب مين العملة اللي اول ما بدأنا تطبيق نظام الصرف بالذهب دي كان يسمح ليها انها تتحول مباشرة لذهب؟ كانت الجنيه الاسترليني. فقرر الاحتلال الانجليزي سحب العملات الاسترلينية من السوق المصري. ليه؟ لانها اصبحت عملة ليها قيمة على مستوى العالم كله مش مستوى مصر بس. فسحب الجنيه الاسترليني، وكان لازم يحط لنا بديل رسمي. خلي بالك بقى، كان لازم يحط لنا وحدة نقود رسمية. فسمح لينا، بص الاحتلال الانجليزي عمل ايه معانا؟ حول جزء من البنك الاهلي التجاري عشان يعمل كبنك اصدار. يعني ايه بنك اصدار؟ يعني بنك مركزي. يعني اصبح الجنيه المصري بيتم اصداره من قبل البنك المركزي. ومعنى الجنيه المصري يتم اصداره من قبل البنك المركزي معناه انه اصبح هذا الجنيه المصري له سعر رسمي، اصبح وحدة نقدية رسمية، اصبح له صفة قانونية وصفة نهائية، فاصبح يصدر من البنك المركزي. وطبعا بما ان الجنيه الاسترليني في العالم كله هو اللي بيتم تحويله الى الذهب بشكل مباشر، فتم ربط الجنيه المصري بالجنيه الاسترليني عشان لما نستورد اي سلعة من برة نحول الجنيه المصري الاسترليني وناخد الاسترليني ونجيب بيه ذهب ونقدر نشتري او نستورد السلعة اللي احنا عايزينها. دي كده نبذة عن حكاية او بداية النظام النقدي المصري وحكاية الجنيه المصري. وبكده نكون عرفنا ايه هو، يعني ايه نظام نقدي، ايه سمات النظام النقدي، ايه انواع النظم النقدية، بداية النظام النقدي المصري كان شكلها ايه. وبكده تنتهي المحاضرة بتاعتنا ونستكمل ان شاء الله المحاضرة القادمة.